في من أخر الزكاة، مع أنه يعلم أنه واجب عليه، وإن كان اختلفوا في الوجوب ومنزلة الزكاة، هل هي واجبة على الفور أو هي واجبة على التراخي، أي أنه يفسح له إلى أن يموت، قبل الموت يدفع بالزكاة فتبرأ ذمته. خلاف بين العلماء في ذلك، ولكن إذا جاء المسلم وراء، ما هي مصلحة أو الحكمة التي تذكرونها بالزكاة؟ إذا لم يؤدي الزكاة ذهبت الحكمة، ولا فائدة من هذه الزكاة في ذلك الزمن الذي كان يجب عليه أن يؤدي به. حتى أن الشيخ السالمي رحمه الله ذكر، يقول: ذكرت في المشارق أن مسألة الزكاة من حيث الفرض أنها هل على التراخي وأنه إلى الممات، ولكن سياسة العالم، أي طبيعة العالم، ينبغي أن يرى المجتمع، لأن هذا سياسة الأمر الذي كيف يفعل الإنسان العبادة، ما هي الحكمة، ما هل هناك من جدوى أو لا. قال: أداء الزكاة في وقتها هو الأمر المطلوب، لأن لو الإنسان كتبها في وصيته قال هذه للتراخي، إذا نفس الأمر سيكون للوصي، الوصي الأول يقول: أنا إذا ما دفعتها الزكاة إن شاء الله على فلان، اللي الوصي اللي بعدي أدي الزكاة فلان، ويموت هذا ويأتي الثاني سويها في وصيته أيضا، يقول: أنا ما أديت الزكاة التي أمرني الوصي الأول، وإذا بها تذهب بركة الزكاة. يقول الشيخ السالمي رحمه الله: ونبه عليه الشيخ الصالح، ويقصد الشيخ صالح بن علي، ونبه عليه الشيخ الصالح، وبه تبينت لنا أكبر المصالح في قضية أنه ينبغي على الفور أن يؤدي الزكاة، لأنه مال ليس مالك، إنما هو مال الفقير، فهو أحوج إليه، أنت لا تعلم حاجته. ولذلك المشايخ الآن يشددون قضية أنه ينبغي أن لا يؤخر، ينبغي أن يسارع، لأنك أنت الآن أنت ما محتاج، لكن تعلم أن المال هذا ليس مالك الآن، هذا المال ليس من مالك، هو مال الله الذي يجب عليك أن تدفعه للفقير، فهو حقه. ولو سألته تقول له: أنا سأؤخر إن شاء الله الأسبوع القادم، ما متفيق أعطيك الآن، أنا ما عندي وقت أعطيك، عندي بعض الأشغال أريد أخلص، أزيل وأشوف المزرعة وأشوف الأموال وأشوف الشركة وأنظر كذا، وأصير معزوم اليوم، معزوم حل غدا وعشاء وكذا، فما أستطيع أن أعطيك اليوم الزكاة، إن شاء الله الأسبوع القادم. فهم؟ هو ماله، يقول لك: أنا لو يعلم، ركز، لو كان هو هذا المال ماله، يقول لك: لا بأس، وأنا أحوج ما أحتاج إليه في هذه الفترة العصيبة، وأنت تريد أن تؤخرني إلى الأسبوع المقبل. فلذلك قالوا: ينبغي له أن يأتي به. الذي يؤخر الزكاة، يعني تأتي بها هذه الأخير، يأتي بمفاسد كبيرة، ينبغي أن يتنبه لها المسلم وأن يعي لها. مؤخر الزكاة هل يعد مشركا أو لا؟ الصحيح أنه ليس بمشرك، كما ذهب فريق من الناس، لأنهم قالوا: هذا الذي لم يؤخر لماذا أخر؟ تهاونا، مضيعا، منكرا، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ولكن ردوا عليهم، قل: هذا كلام ليس بصحيح. قالوا: إذن لماذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، وجاء في الحديث: مانع الزكاة يقتل؟ قال: ليس لأجل شركهم، وإنما لأجل منعهم وعدم إعطائهم، وبسبب تهاونهم قاتلهم، لأن هذه فريضة من الفرائض التي يجب عليهم أن يؤدوا بها، ليس إنكارا.
وقضية الزكاة جاء في الصلاة لا صلاة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الربيع رحمه الله في مسنده: لا صلاة لمانع الزكاة، يعني كأنه ما يصلي، يصلي ولكنه لا يزكي. لا صلاة لمانع الزكاة، قالها ثلاثا: لا صلاة لمانع الزكاة، لا صلاة لمانع الزكاة، لا صلاة لمانع الزكاة، والمتعدي فيها كمانعها. كيف المتعدي فيها؟ أي الذي يعطيها غير أصحابه، يعطي الزكاة. قال: قل من؟ قال: أعطيتها جاري، وأعطيتها أهلي، وأعطيتها صاحبي في العمل، وأعطيتها واحد كان يريد يدرس، وأعطيتها مسجدا. الزكاة في المسجد. قال: أعطيتهم، رأيتهم يبغون يشتروا ماء ثلاجة فأعطيتهم من الزكاة، وأعطيتها أيضا لبعض الأمور الدعوية. سبحان الله، وإن كان العلماء تكلموا في مثل هذه المواضيع، وقد يكون نذكره إن شاء الله فيما سيأتي، ولكن الأولى من الأمر الأخير توبة المضيع للزكاة. أراد أن يتوب إلى الله، سنة، سنتين، ثلاث، خمس سنوات مر عليه ولم يزكي، عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر مما فعله، لأنه قصر في حق من؟ في حقين: في حق الله وفي حق العباد. يعني الصلاة في حقه صلاة، ما في حق العباد إذا لم يصلي، حقه هو في حق الله بمعنى. ولكن الزكاة قالوا في حق الله وفي حق العباد، متعلقة بأمري، فتوبته لا بد بأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يندم مع قضاء ما عليه فيما سبق. ما أدى الزكاة سنة، سنتين، ثلاث، عشر، يجب عليه أن يؤدي الزكاة التي عليه. حتى بعض العلماء ذكروا مسألة لأجل التنبيه فقط، لا نقول ما هذا هو، قالوا: لو ما أدى الزكاة مدة 30 سنة فجاء وأدى الزكاة فقضت على ماله كله وبقى عليه مال الزكاة، بعض العلماء قال يجب عليه أن يؤدي ما عليه، ولو أخذ من مال الزكاة من الناس الآخرين حتى يؤدي ما عليه، لأنه غارم من الغارمين. فهمت؟ يعني المسألة خطيرة، أن بعض العلماء يقول من وجوب الزكاة عليه أنه هو واجب عليه الزكاة، الذهب، فأنفقت الذهب كاملا وبقي عليها الزكاة. بعض العلماء قال تأخذ من مال الزكاة، بمعنى أنه لو إنسان عليه زكاة وبدأ يدفع زكاته يجوز له هو أن يأخذ من الزكاة. لأجل ماذا؟ لأجل أن يدفع ما عليه، واعتبره من الغارمين، هي تسديد الدين الذي عليه من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتفطن لمثل هذا، وقلنا هذا ليس هو القول الأرجح، ولكن لأجل التنبيه.